السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama saya Fudail Iyad bin Salman dari Sekolah Rendah Islam Al-Amin Kuala Terengganu. Saya akan membacakan ayat suci Al-Quran dari Surah Al-Imran dari ayat 132 hingga 140. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها
بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقوا اتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم.